كامل كيما البارح، اعراس كرويه الناس باش تتمتع جمهور المولوديه ولا اي جمهور تاني يتمتع بالفريق تاعو يشوفه في ملعب مليح، يقدر تقدر تقيم، تقدر تشوف يعني تخرج كاع واش كاين في اللاعبين. وانا نتوقع انه الموسم هذا راح يكون شاق بزاف وصعيب، ولازم يكون صاحب النفس الطويل هو اللي يكون مركز خاصة ذهنيا، ويكون يعرف يسير الموسم تاعو، خاصة كما قال الشيخ منه يكون الاسترجاع خاصة البدني اللي يحافظوا على يعني اقل اصابات واقل تعب واقل هذه، لانه الموسم راح يكون شاق بزاف وتنافسي بزاف. وانا نتوقع انه ما كاش فريق ضعيف السنة هذه، اتوقع كل الاندية عندها يعني خاصة الاندية نشوفوا لاعبين يتألقوا هجوميا، خاصة في الهجوم لاعبين سرعة بزاف. ما نعرف إذا أنا كبرت ولا مازال في سرعة، في خاصة تشوف لاعبين مثلا، تشوف لاعبين أنه الحين فيه مواهب بدات تبان. أولا كي كنا كانت أربع خمس أندية اللي عندها مهاجمين ملاح ولا نجوم ولا في الفريق، بصح الحين تقدر في أي فريق تلقى واحد يقدر يصنع الفارق، وهذا أنا الشيء أنا نشوفه فيه. بطولة يعني ما تعرفش تتوقع شكون يربحها، وهذا ربح برا، وإن شاء الله تكون صورة جميلة للبطولة تاعنا إن شاء الله في آخر الموسم بإذن الله. موسم خاص للمولودية، طال الانتظار جمال بن عمري، آخر تتويج للمولودية جمال 2010 هكذا؟ 2010 تعيشون هذا الضغط في كل مكان، خاصة جمهور المولودية، أينما رحلت وارتحلت تلتقي بمناصب المولودية. كريم، أنا مادام وقعنا مادام جينا الفريق مثل مولودية الجزائر، عارفين المسؤولية اللي راه ملقية على عاتقنا، خاصة احنا اللي جينا جدد، وخاصة أنا ويوسف، خاصة أنتم عارفين الشيء هذا، وعارفين أنه يعني قبلنا التحدي وخذنا التحدي، وعارفين المأمورية ما راحش تكون سهلة، راح تستنى فينا. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، سواء جمهور، إدارة، مدرب، خاصة اللاعبين اللي انتظرونا ولا كانوا يستنوا فينا نجيو، بإذن الله إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، ونفرحوا الشعب هذا اللي راهو يستنى عنده بزاف، إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن بإذن الله. بصراحة بينك وبين الليلي، هل قلتما هكذا بينكم يجب أن نفوز بالبطولة هذا الموسم؟ أكيد أكيد في حديثكم. أكيد هذا الشيء هذا تكلمنا عليه، ماشي البارح وماشي اليوم، تكلمنا عليه حتى قبل الإمضاء، قبل ما نمضي أنا وقبل ما يمضي هو. اتفقتم على الإمضاء سويا؟ اتفقنا على ما اتفقناش 90% في الآخر، كل واحد ياخذ القرار اللي يساعده، لأنه لاعب كرة القدم ما هو هنا غدوة يقول لك إيه، غدوة تلقاه في إيكيب واحدة أخرى. مي كنا عارفين المأمورية هذه، رفعنا التحدي كما قلت لك من قبل الإمضاء، وكيفاش راح تكون الظروف، كيفاش حتى خممنا حتى في المنتخب بالك تكون تنافسية كبيرة. إن شاء الله يا أخوان نكونوا خذينا القرار الصح ونديروا الإنجاز الصح بإذن الله قبل إمضائك في المولودية الكلام.